احكي لي احساسك وانت بتتفرج على المباراه النهارده والمواقف الصعبه فيها. والله انت عارف هو بيبقى ماتش صعب جدا وضغط عصبي غير طبيعي. كل اللي موجودين حقيقي من مجلس اداره المنصوره كانوا متوترين جدا وضغط عصبي غير طبيعي، عايزين نفرح الناس، عايزين نفرح برضو. ف يعني زي ما قلت كده احنا حاسين ان ربنا بيكافئنا وبيكافئ الجمهور النهارده بالفوز اللي برضو يعتبر، يعني انا شايفه من وجهه نظر انا ان هو حقيقي حقنا ان احنا كنا نفوز حتى بنتيجه اعلى من كده كمان، ولكن الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل والحمد لله احنا خرجنا الماتش بالثلاث نقاط دول. طاقم تحكيم مصر يدير المباراه اهو وعدت، فكره انه يبقى طاقم تحكيم مصر موجود في مباراه القمه رايك فيها يا دكتور حسام؟ والله النقطه دي انا بصراحه ما احبش اتكلم فيها. اتمنى دايما المباريات الخاصه بالزمالك والاهلي بالذات يكون التعامل فيها بميزان من ذهب، لان ولا تدي فرصه لاي حد يقول طاقم تحكيم اجنبي، لان احنا عايزين ندعم التحكيم المصري، ولكن في نفس الوقت مش عايزين حد يشعر بالظلم، مش عايزين حد يشعر ان في، يعني حقيقه انا ما بحبش اتكلم في الامور دي، لكن النهارده ما كناش مبسوطين حقيقي خالص من التحكيم في الملعب، ويمكن شفنا كذا كوره مش عارفين، يعني في الاخر برضو المحللين بقى والفنيين هيتكلموا فيه احسن مننا.